السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اذا القاعدة الاساس في علاج البواسير هو تنقيات الغشاء الداخلي تاع الامعاء وتقويتها، وهكذا يمكننا نحميو البواسير بطريقة جيدة. وما ننساوش على ان البواسير داك الانتفاخات او داك الجروح عندها علاقة مباشرة مع القنوات الدموية اللي تتنتفخ، فتنعالجوها موضعيا، تنديرو الثوم مسلوق مع شوية ديال زيت الزيتون، تندهنوها عدة مرات، جوج ثلاثة أربعة مرات في اليوم، كانت نتائج متميزة. كاين اللي الساعة الأولى ارتاح، كاين اللي خصو أسبوع، إذا ثلاثة مرات في اليوم إلى خمس مرات في اليوم لمدة أسبوع، علما أنه مواد أخرى موجودة في هذا الاتجاه هو المرجان، تنغسلوه، تمسحوا بالمنطقة وتنقيو، كانت داخلية أو خارجية، إما تستعملوا مباشرة أو تنديروا حقنة داخلية، وهكذا يمكننا نهيمنوا مباشرة على مشكل البواسير سطحيا، ثم في العمق هو إعادة بناء الغشاء الداخلي تاع الأمعاء، وإن شاء الله تعالى بهذا الأسلوب نسبة النجاح أكثر من 90% وبالتوفيق. عندي مشكل ديال البواسير، عندي مشكل ديال القبض دابا أنا. القبض؟ دابا هما عندك بزوج دابا. باردون؟ عندك بزوج القبض والبواسير. نعم، اي سؤال استاذ؟ العمر ديالك الاخت 25. ماكلتك تتاكل بزاف المقليل، معلبات، لي فاست فود؟ الريجيم ديالي كناكل الزراعه، فهمتي؟ دونك ماشي زعما. الو، غادي تستعمل جوج المسائل الاساسيه، زيت الزيتون على الريق واحد معلقه حتى ثلاثه المعالقات مع الخمسه الصباح ساعتين قبل الافطار، زيت الزيتون بوحده ما تستعمل مع لا خبز لا اي شيء اخر ساعتين قبل الافطار، والثانيه خذ ايترو د الماء مغلي مع العشره، ايترو مع الربعه، ايترو مع الثمانيه د الليل، وحاول تاكل خضار خضراء ما امكن، بحال مثلا تاخذ التفاح عصير مع البربه وشويه المعدنوس ثلاثه اربعه خمسه المرات قبل وجبات الاكل، هادو اساسيين. ولا خديتي شويه ديال الحسوات الشعير، خديتي مثلا هرب القمح غليه مع الماء ودير له زويته ومعدنوس مع التميرات، حاول تاكل شريحه، هادو مواد لي لاكساتيف بالاضافه الى الماء مغلي وزيت الثومه، ان شاء الله اقل من خمس اسابيع، اقل كاع من ثلاث اسابيع ان شاء الله تكون نتائج كبيره جدا. ساعد بالمرجان مع شويه المعدنوس، تاخذ مثلا 50 غرام ديال المرجان ديال الزيتون، داك الماء الاسود المعصر دابا راه موجود عندهم، خذوا بلا ملحه مع شويه المعدنوس، جوج معلقات كبار طحنهم وديرهم حقنه، غادي تخفف عليك لو ترانزيت انتستينال، وغتحس ان الامعاء تتبني بشويه بشويه، وهكذا ان شاء الله نربحوا المصارين ديالك في الراحه ديالهم. اما الثوم المسلوق استعملوه مع زيت الزيتون ودهنوا على البواسير الا كانت منتفخه، اما الا كانت بواسير مجروحه بالدم راه هضرنا قلنا اما نديروا العسل معلقه كبيره مع معلقه صغيره ديال الزعتر مطحون او حبوب اتاي مطحونين، تدهنوا ثلاثة اربعة مرات، ان شاء الله البواسير اقل من اسبوع ان شاء الله نضبطوهم، واللي اساسي داك لا كونسيباسيون نضبطوها بين ثلاث اسابيع الى خمس اسابيع، ولكن واخا ترتاح في الاسبوع الاول زيد العمل حتى نزيدوا البنيو صار مزيان، وما نخدموش سطحيا، نخدموا في العمق، وهكذا جسمك يكون ديالك ما يكونش متعب. طيب هو البواسير هي اللي تدي القبض ولا القبض هو اللي تدي البواسير؟ البواسير نتيجة ديال القبض، معناها نتيجة تاع مصارن متعبين. نعم، طيب اس ام اس على الرقم 5566 تيقول لك السلام عليكم، انا كنعاني من البواسير هذه اكثر من خمس ولا ست سنين، كتقول ما كيدوزوش بالدم ولكن منفوخين، واش ماشي مشكل؟ لا هو مشكل، ديما الانتفاخ اللي هو حاله غير طبيعيه خصو يتعالج، حنا تنعالجو بالطريقه اللي تكلمنا، ثوم مسلوق مع زيت الزيتون، وشربوا زيت الزيتون على الريق كيف تكلمنا قبل، الماء مغلي 3 ايترو، ايترو مع 10، ايترو مع 4، ايترو مع 8 الليل، كل نباتيين 100% لمده 3 اسابيع، ان شاء الله غيكون علاج في العمق وليس في السطح. نعم. ما نسول الدكتور، عندي المصارن وعندي البواسير بجوج، يعني البواسير والمصارن، وانا درت هذيك الطريقه اللي قال هو الحقنه، ولكن ما عرفتش واش خصها ديرها ثلاث المرات ولا مره، وعدلتها، ولكن واش خصها تبقى بزاف ولا يعني كل نهار دير واحد الحقنه اللي قال الحقنه، وما عنديش بالدم كي غير منفخين عندي. اذا الحقنه تدار ثلاث المرات في النهار لمده ثلاث اسابيع حتى الخمس اسابيع حتى نحصلوا نتائج كبيره، ما نقتنعوش ب 20% ديال النتيجه، نمشيو حتى ل 90% ما امكن، هذه من جانب، من جانب ثاني ما تنساش زيت الزيتون على الريق والماء مغلي 3 لتر كيف تكلمنا، ان شاء الله بالصحه والراحه. سؤال على البواسير،
نعم نعم قديم هادشي عندك يا سميه؟ لا غير بعض المرات الصف. يا لا غتاخذ شويه ديال اتاي مطحون غربلو ويابس ديرو مباشره فوق البواسير 3-4 مرات في النهار، وفي الليل ملي تجي تنعس اما دير شويه العسل مزيان، واما تاخذ شويه ديال المعدنوس طحنو وديرو كونطري وديرو مباشره تاع البواسير وديرو شي قطن وربطو بشي توب، ان شاء الله 3 أسابيع ما يبقاوش يضروك البواسير مزيان. اذا حبوبات مطحون في النهار 3-4 المرات، وفي الليل اما العسل اما معدنوس مطحون وربطو، ان شاء الله غادي يضبط لك هاد البواسير بالصحه والراحه. كيقول اسامه السلام عليكم، انا كتجيني لا دياري كل صباح وفي البواسير خارجين، واش عندهم شي علاقه؟ كاين علاقه بالطبع، كلهم عياءات تاع الامعاء والغشاء الداخلي تاع المصارن، والعلاج ديالهم مثلا ديما يكون عندكم قشور الرمان، دابا راه موجود، جمعوا قشور الرمان، خذوا الرمان شربوه وجمعوا قشور الرمان، راه قشور الرمان حاليا في السوق تيعمل 40 درهم يابس، اذا حاولوا تجمعوا وديروا النصيب ديالكم يكفيكم على الصعيد المده ديال سنه. فقشور الرمان غادي تطحنوهم، تاخذ معلقه صغيره مع كاس الماء مغلي ومعلقه العسل، وتاخذهم 5-6 مرات في اليوم من جهه، ممكن تاخذ قشور الرمان مع الماء مغلي وتشربوه في الاستعجالات بالنسبه للاسهال، من افضل ما كاين في علاج الاسهال من جهه، وفي علاج كثير حتى لك الالتهابات تاع الامعاء تبنيهم بناء. ثانيا تاخذ قشور الرمان، تاخذ ثوم مسلوق، اذا البواسير ما تيسيلوش بالدم لا. اذا الى كان ما تيسيلوش بالدم تاخذ ثوم مسلوق تتعجنه مع زيت الزيتون وتدهنه 3-4 مرات في النار، مهم في البواسير والانتفاخ البواسير. ثانيا الى كان تيسيلو بس كذلك قشور الرمان تنطحنوهم تنيلوهم مزيان تنديرو مباشره على البواسير، تبارك الله تيحيدوا سيلان الدم من جهه، وثانيا تيعاودوا يرتاحوا البواسير بطريقه جيده، وهذا اسلوب جيد وبصحه وراحه. عندي الله يخليك المساله ديال البواسير عندي قدام، غير هي المشكل اللي عندي كياكلني بزاف، كنحك بزاف، وبعض المرات كيشدني القبض، كيعود عندي سميتو محرم ضيق. نعم راه عندكم معصره الزيتون هاد الايام خدامين، حاول تمشي للمعصره وخذ المرجان اللي هو ذاك الماء اللي تيعصروا الزيتونات، كاين الزيت وكاين الماء الكحل، خذوا بلا ملحه وبدا تغسل به المخرج ديالك من جهه، ودير له ومني تغسلو 3-4 مرات دير له شويه العسل، ما كانش عندك العسل دير له المعدنوس مطحون مزيان، غدير له معدنوس طحنو وديرو مباشره تما وربطو بشي توب. هذا الاسلوب 3-5 مرات في النهار اقل من 3 ايام ما غاديش يبقى ياكلك، ثانيا غتشوف راسك على انك البواسير بديتي تضبطهم. ثانيا بالنسبه للقبض غتاخذ زيت الزيتون على الريق، الماء مغلي 3 لتر، لتر مع 10 يكون الماء مغلي، لتر مع 4، لتر مع 8 الليل، ونباتي 100%، ان شاء الله بهذا الاسلوب غتكون نتائج كبيره بزاف. بالمناسبه بشاره من البشارات، وليد عنده واحد 8 سنين ما عمره ما تكلم، من بعد 9 شهور ديال العمل بدا تينطق، وهذا دابا من العشرات تاع الحالات تاع وليدات اللي تبارك الله بداو تينطقوا، رغم انهم كان المشكل ديال ما كانش يتكلموا ما قدوش ينطقوا، وهذه من الافتخار ديال الطب النبوي كيف ربي تيعاوننا وتنجحوا. اذا مستحيل لا ما كايناش، مزمن ما كايناش، ما نقولوش امراض مستعصيه، نقولوا احنا ما تنعرفوش، ولكن ها هو النجاح تتبع على انه ممكن النجاح. اذا فالناس كثير لانهم ما تينطقوش وما تيتكلموش وما تيقدروش يتكلموا، واخا داروا 8 سنين واخا داروا 11 عام واخا داروا حتى 20 سنه، الحمد لله النطق تيرجع، وهذه امور تتعالج والفضل لله تعالى من قبل ومن بعد. نعم عندي المشكل ديال القبض دابا حوالي دابا شي 4 سنوات ولا 5، نعم يعني ما كنخرج خروج عادي الا بالدواء او لا بشي حاجه، نعم. وملي كنزير وهذا كيخرجوا لي البواسير كيخرجوا لي بالدم، وهذا المشكل دابا بالنسبه للخروج ما كنخرج الا بشي دواء ولا شي حاجه، يعني ما كاينش خروج طبيعي نهائيا. نعم اذا كيف تكلمنا عده مرات سجلوا، ما تخليوش الكلام تيفوت بلا ما تسجلوه، فزيت الزيتون على الريق تكلمنا عليه عده مرات. فبالنسبه اللي عنده القبض ياخذ زيت الزيتون على الريق 3 معالقات كبارين مع 5 صباع ساعتين قبل الافطار، ما ياكل والو معاهم. ثانيا ياخذ الماء مغلي ايترو مع 10، ايترو مع 4، ايترو مع 8 الليل، وبالطبع ما ياخذش فوق الماكله الماء مغلي.
مزيان دي من ساعه قبل وساعه من بعد الماكله وساعه قبل ما ياكل ساعه بعد ثم حاجه اخرى هو ديما المرجان كيف قلنا خذوا حقنه ديال 70 حتى 80 غرام حقنه من اللور وحاولوا تستعملوها 3 4 5 د المرات هو خال مده 3 5 اسابيع وثم سلوق دهنوه مع زيت الزيتون ودهنوه 3 4 د المرات نجحت حتى 90% اذا لا كان شي مشكل ففلو في سوء الاستعمال ملي تنجحوا عمموا وتبارك الله عليكم. نعم انا بغيت نهضر مع الدكتور. كيسمعك؟ نعم. عندي البواسر كينتفخوا لي وكيبقاو يحرقوا. نعم. وعندي بومزوي وديك بومزوي عندي استعملت واحد الوصفه سمعت الدكتور قالها في تما في شادا اف ام بغيت يعني ثلاث شهور وانا نستعملها ومازال الحاله وبغيت يعني نتكلم معاه الله يجازيك شخصيا اذا بغيت. ايه وتيسمعك تفضل استاذ. تفضل نعم. شنو الوصفه اللي استعملتي؟ قلت لك عندي البواسر كينتفخوا كيبقاو يحرقوا ولكن انا عندي بومزوي ديك بومزوي قديم هو فيا. اش استعملتي البومزوي؟ قناة نصائح وإرشادات مجانية. استعملت له كيلو ديال العسل و 60 غرام غذاء الملكات مع نصف معلقة معلقة صغيرة كاس الماء مع ديك الخليط يعني 60 غرام غذاء الملكات يعني معلقة من هذاك ونصف معلقة ديال طاق النخيل في كاس الماء كنت كنديرها جوج مرات حيت ما سمعتش عدد المرات كنديرها سبعة المرات أبنتي كاس كبير ديال الماء مغلي تنديرو فيه معلقه ديال البصله واحد ثانيا تنديرو كاس كبير ديال الماء مغلي تنديرو فيه معلقه ديال البصله عصير معلقه كبيره ديال العسل مخلط بالغذاء وتنديرو نص معلقه ديال طلع النخيل كاس مع سبعة الصباح كاس مع التسعود كاس مع 12 والعشيه مع الثلاثه 6 7 ونص و 9 ونص الليل ولكن قرص النحل اساسي في المعده تدور السره تدير الدورة الأولى فيها خمسة النحلات تتكبر الدورة فيها سبعة وتكبر الدورة ديال تسعود ثم الظهر سبعة النحلات الظهر عندك تقريبا عندك 11 15 نحلة في النهار الناس ثلاث شهور براو 90% ديال الناس اللي تبعوا براو بهذا الأسلوب يلا عاود تبعوا ثانيا ديما خذ زيت الزيتون على الريق واحد ثانيا تاخذ المرجان راه كاين معصرة الزيتون عندكم تما في الناظور ولا واحد الناظور غتاخذ المرجان غدير غتاخذ قطن ودهن ثلاثة أربعة المرات المخرج ديالك باش ثاني هو ثاني غتعمرو بالعسل مع شوية تعمرو بالعسل مع شوية ديال حبوباتين معلقة كبيرة ديال العسل معلقة صغيرة حبوباتين من الطحون دهنو ثلاثة أربعة المرات أقل من ثلاث أسابيع البواسير تيرتاحوا ما تيبقاوش بإذن الله وخا يرتاحوا في ثلاث أيام الأولى كمل ثلاث أسابيع وثلاث شهور تبع لي على بومزوي غتكون نتائج كبيرة وتبارك الله الناس في أوروبا أو في أمريكا أو في دول عربية تبعد الوصفة كانت نجاحات كبيرة. نعم شكرا والله يشافيك. أختي عندي ولدي عنده 4 سنين ونص. نعم. فاش كيمشي للتواليت البواسر ديالو كيتنفخوا هو ما عنده حتى شي آلام ولا شي حاجة ولكن كيتنفخوا ليه. ودابا ما عرفتش مركاش ولا دابا هو دابا شي 6 شهور تقريبا هو عنده ولكن ما عنده حتى شي الم ولا شي حاجه غير كيتنفخوا بدلو ماكلته واحد بدا تعطيه الحسوات الشعير مع زيت الزيتون الثومه معدنوس وشويه التمر حيدلو داك الماكله اللي مولفه تتوكلو اللحام الدجاج المقلي معلبات ماكله الزنقه عطيه زيت زيتون معلقه كبيره اللي فيها الثومه مرقطه زيت زيتون اترو فيها 100 غرام ديال الثومه مقشره بدا تعطي منه معلقة كبيرة مع داك الخمسة الصباح ساعة ونص عاد إلا بغيتي تعطيه ياكل شي حاجة بدا تعطيه عصير الليمون حسوات الشعير طيبة مع زيت الزيتون والثوم بدا تعطيه القمح منبت أو الحلبة منبتة باش مصارنو يعاودو يبنيو بناء صحيح وبالنسبة للمخرج ديالو بدا ديرلو زويتة الزيتون مع الثوم مسلوق معجونين ثلاثة أربعة المرات في النهار هادي من جهة تبعلو ثلاث أسابيع وعطيني خبارو وما نكرهش انه تبعلو بعد ثلاث اسابيع الى الامور هي هذيك غاديه مزيان داكشي اللي بغينا والا دير مراقبه طبيه مزيان دير مراقبه طبيه واعطيني خبر باش نعرفوا كيف نزيدو نتبعو باذن الله ان شاء الله. اس ام اس يقول لك هذا السيد اللي سولك على كان عنده يعني لا دياري كيقول لك واش ناخذ الزيت مع الثومه في الصباح واخا تكون فيها لا دياري لان الزيت كيقول لك كطلق بالنسبه لا دياري ما تاخذوا زيت الزيتون على الريق غتاخذوا قشر رمان مع الماء معلقه صغيره قشر رمان مع كاس كبير ديال الماء
يكون افضل. نعم تيقول لك سؤال اخر كيجيني اسهال مباشره ورا ما كنشرب اترو اونس ديال الماء مغلي وعلما انني ندير لي باتيت بي وكناخذ دواء. اذا الاسهال فهو اسلوب للتنقيه واحد، ثانيه لتفريغ الامعاء، ثلاثه ل حتى تحس على انه الجسم تبدا يتخلص من عده زوائد ما عنده ما يدير بها. اذا فغالبا الماء مغلي تيستعمل هذا الاسلوب للتنقيه، وعنده اسلوب ثاني ويقدر يكون القيء عن طريق الماء مغلي. اذا فاحنا نشوف هذا الاسلوب الاولي. اما كثير الناس عندهم اسهال من يشربوا الماء مغلي يجمع لهم الكرش، اذا فهو منظم ريغولاتور، منظم الا كانت حاله اسهال، منظم الا كانت حاله امساك. اذا مادام كاين تفريغ فهو مزيان، ومع المتابعه يكون خير. سؤال اخر تقول لك عندي كنعاني من القبض هذه 6 سنوات وعندي كذلك البواسير كيسيلوا بالدم. اذا القبض هو الاول عند البواسير ضروري زيت زيتون على الريق 3 معلقات كبارين ساعتي قبل الافطار، ما مغلي 3 يترو. هذا اسلوب كافي نباتي 100%. ركزوا على المعدنوس، باربا، وتفاح عصير 3-5-6 المرات. اللي عنده القبض يبعد من الاثاي، يبعد من الزعتر، يبعد من القهوه، هذو كلهم تيدفعوا الى القبض، ويبعدوا من الروز كذلك. يركزوا على فين كاين لي فيبر اليمونتير مثلا القماح، الشعير، يكثروا منهم بزاف، يكثروا من المعدنوس، هذه كلها مواد، التين كذلك. وبالنسبه للبواسير تيسيلوا بالدم، راه عطينا الوصفه معلقه كبيره ديال العسل الحره، معلقه صغيره ديال الحبوباتي او ديال الحبوباتي مطحون او قشر الرمان او الزعتر او الشيح، اللي توفر هذو كلهم سي دي برودوي ديزانفكتون سيكاتريزون، تيجمعوا الجروح وتحيدوا التعفن وتضبطوا الالتهاب. الا خلطناهم تندهنوا 3-4 المرات وتنغسلوا بالمرجان. لاحظوا المرجان احسن ديزانفكتون، فهو احسن من كل ما كاين في السوق. ولاحظوا على انه الناس اللي تيكونوا دابا في هذه المواسم هو الثلج داخل، اللي تيكونوا في الجبال ديما عندهم 100-200-300 تيترو. ذاك الازمه ديال التعفن الرئوي، واللي الناس حاصرهم الثلج ما قدروش يمشيوا يداووا في المدينه، يبدا ياكلوا المرجان. هذا اسلوب موجود في خنيفره، موجود في تازه، موجود في بولمان، موجود في فيكيك، موجود في ازيلال. المرجان تيتكال، ما فهمتش كيف هاد الناس هادو ولاو تيلوحوه واش شبعوا. اذا فنحاولوا نجمعوه وناكلوه، ممكن نتخلصوا بسهوله من السل، من كثير من التعفنات الرئويه، من التعفنات الجلديه، وهذا خير يكون عندنا. فنغسلوا به البواسير من جهه، ونستعملوا اكل، وان شاء الله تعالى غادي نعيشوا حياه طبيعيه بدون ماسي. اسمس اخر دائما على 5-5-6 كيقول لك انا عندي المرجان هذه سنه، واش ماشي مشكل نقدر نستعملوا دابا يعني ما نخافش منه؟ ما تخافش منه الا كان في ظروف صحيه، يكون في قرعي دجاج او قرعي يكونوا في ظروف ان شاء الله صحيه تستعملوه، ما كاينش مشكل. اذا كان في بلاستيك لا يكون افضل. اذا كان بلاستيك وما عنده اضطرار خليه استعمال خارجي، دابا كاين جديد. ايه وقال لك واش في طريقه الاستعمال ديالو واش كيخصني نصفيه عاد نستعمله؟ الا صفيتي يكون افضل. دابا حاليا راه دخلنا كميات للفروع، فاس كاين كميات، كاين 2 طن موجوده في وجده، خريبكة تبارك الله راه دخلنا 2 طن كذلك ديال المرجان، وتندخل مع المرجان ديال معصره بلديين، غتنفرقوا في سبيل الله بدون مشكل. غتكون محاضره قريب ان شاء الله في خريبكة، غالبا السبت في العشيه. فحاولوا ان شاء الله تستافدوا وقيدوا وخذوا هذه الكميات التوزيع في سبيل الله، ما تنتخلصوش فيه. بغينا انه المعصره تفيقوا باش ما يبقاش يتلاح، وهذا تنعتبروه جزء من المساهمه في حمايه البيئه. اسمس يقول لك السلام عليكم، هذه عيشه من جديده كتقول فتحت انا على البواسير ودابا كل شيء مزيان، ولكن مازال ما براتش لي الفتحه، يعني مازال كنتجرح فيها، شنو ندير لها؟ اولا تغسلها بالمرجان 3-4-5-6 مرات، وتلاحظوا المرجان تيحي التعفن وتجمع الجرح، ليس فقط انه تيمحي لا سيكاتريس، وهذا جميل جدا. ثانيا اذا قدره عاليه في اعاده بناء الجلد، فالناس النساء من بعد سيزاغيان علاش ما يستعملوش ويغسلوا به ويستعملوا استعمال هائل. ثانيا تاخذ العسل، تاخذ العسل اوكاليبتوس، ليمون او سدره او زكم، معلقه كبيره مع معلقه صغيره ديال الزعتر، تنيلو مزيان وتاخذوه وبدا تدهنوا مباشره على البواسير 3-5 المرات. ان شاء الله تعالى هذا اسلوب اللي نجحنا في عده مرات. السيد كان دار عمليه في باريس وتجرح على شي دماله عنده في المخرج وقيح وتعفنت، داك الشيء 3 شهور تبع معنا، عطيناه العسل بطريقه جيده وغسل بالمرجان واستعمل له ساعات النحل 3 شهور. عيطت لي السيده ديالو من باريس قالت لي ما شاء الله الجرح تجمع والاطباء ادهلوا لهذا النجاح. وهذه كلها نجاحات عن طريق مواد طبيعيه مالوفه، ما فيها لا زواق لا بعشره
لا 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 غش، بالعكس ممكن تاخذها انت مباشره من الطبيعه وتستعملها بالطريقه اللي تكلمنا، ما يكون الا النجاح باذن الله. محمد 54 سنه، السلام عليكم. سلام اختي، صباح الخير. صباح النور، تفضل اختي. صباح الخير دكتور. مرحبا، نهاركم مبارك. الله يخليك، كنشكركم على هذا البرنامج لانه نيت هذه الحاله اللي وقعت لي البارح، ديال حسيت بانه في المخرج ديالي وفي لو كانال كيضرني بزاف، كيضرني بزاف. نعم، يعني حسيت بحال الا يعني ما عرفتش دوك البواسير الداخليه. سي محمد كتحس بهذا الالم؟ غير البارح، ولكن كيجيني هذا الالم هذا ولكن بعيد. نعم. شحال المده انت تتعاني من هذا المشكل؟ نعم سيدي. شحال المده، شحال من المده؟ لا هذه الحاله هذه كتجيني مره ولكن بعيده ما بين الفتره والفتره. يلا غادي تاخذ، غتاخذ ديما يكون عندك المرجان في الدار، وتاخذ 70 غرام وغضيف له المعدنوس جوج معلقات كبار، طحنهم ودير معاهم شويه ديال 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 العسل معلقه صغيره، وديرها حقنه، وغتعاود العمليه 3-4 هاد المرات، غادي تعاود تبني المخرج من جده وجديد. وحاولوا الله يرضي عليكم انتبهوا وسجلوا باش اي حاجه لاحظتيها تحميوها على اتساع، فالانسان مادام صغير تقدر يتحمل، كل ما تكبر كل ما القدره على اعاده بناء الخليه تكون شويه صعيبه. انا عندي اسهال لما ما عندوش علاقه بواسير، ولكن سؤال على ان اسهال هذه 15 سنه، كتقول الصحه ديالي عاديه ما تخافش؟ ديما الاسهال كل ما تيطول كاين حاله الامعاء اللي تتكون مشكوك فيها، لذا تتكون الكاميرا تدوز من المخرج، والطبيب تيعرف خدمته تيمشي يشوف اش كاين بالضبط، واش هي التهابات، واش هي تعفنات، واش هي بالضبط شنو. لذا انه في هذه الحاله حنا انا ما تنصبرش، ننصح الناس يتعلموا ياخذوا المرجان 3 معلقات كبارين مع 5 الصباح، ساعه ونص قبل الافطار، وياخذوها ساعه من بعد الاكل، مثلا من بعد الفطور بساعه، من بعد من بعد الغداء بساعه، من بعد العشاء وفي العصر وقبل ما ينعس 7 مرات تقريبا، عنده 3-4 معلقات يغرغر ويشرب. نورمالمون سمعتي الحاله ديال السيده اللي كان عندها اسهال وعندها مصارن مجروحين وتيسيلوا بالدم، فبفضل مبروك عليك بريتي وحيد لها الدواء ديال اللي كانت يعطيها، دليل على انه القدره على اعاده بناء الامعاء بطريقه صحيحه، معالجه الالتهابات والتعفنات والعياءات ممكن. الله يكثر في صدركم. الحمد لله، الله يبارك فيك. مرحبا. امين اللهم امين، تفضل. نعم نعم اسيدي، شنو السؤال ديالك؟ نعم هذاك البكره كيقول لنا الطبيب انتوا عندك دفء في الكرش. نعم اشنو عندك في الكرش؟ اشنو اللي قال لك عندك في الكرش؟ نعم اشنو قال لك الطبيب؟ والله ما سمعت انا شنو سمعت. عندك الميكروب في الكرش. نعم ميكروب، قال لك عندك ميكروب في الكرش؟ هذاك الدود الميكروب، هذاك الميكروب غتبدا تاخذ، غتبدا تاخذ التمر على الريق 7 معلقات، وتبدا تاخذ الحسوات الشعير مع الزعتر والثوم وزيت العود، هي فطورك هي غداك هي عشاك، متفقين؟ وغرغر بالمرجان 3-4 المرات، عندك 3-4 معلقات كل مره مع الفطور، من بعد الفطور، من بعد الغداء، من بعد التحاليل، من بعد 5 أسابيع إلى 7 أسابيع، ولا بد تدبر لي على انحلال تقرصهم على كرشك وظهرك. الحمد لله هاد الهيليكوباكتير، هاد الميكروب هذا اللي دار ضجة والناس ما تعرفوش يعالجوه، هاد الطريقة أفضل ما كاين، تركيز على الزعتر، على التومة، على النباتي 100%، إضافة إلى غرغرات المرجان 100-150 غرام في النهار، تقسمها على 5-6 الفترات، إن شاء الله غادي يكون بشفاء بإذن الله. نعم. من البشارة الخير، سيدة عندها 60 سنة، طونسيون العينين ضرب لها وحدة، 5 سنين عمات. وحده والسنه الاخيره عملت لها الاخرى، وتبارك الله تبعت معنا 6 اشهر، العوينه تحلوا بجوج، وهذه من البشارات اللي تتبين على انه دابا تقريبا تعدينا 100 حالة نجاح ديال حالات العمى، وهذا فضل الله تعالى، بفضل الله كان الشفاء. فبغينا الناس ينتبهوا للبصل حسن الاستعمال والعسل والنحل، هذو كلهم تبينوا انه حاله العمى تتعالج، كان نتيجه التونسيون طالعه، كانت نتيجه التهابات، كانت نتيجه نيغوبتيك تيكون اتروفي ولا تيكون تنشف، او نشوفيه تاع العروق تاع لاغيتين، هذه كلها حالات الحمد لله استفدنا، والناس
دازوا هذا النوع من الحالات وكان العلاج. اذا فالقدره على خروج من حاله العمى ممكن، ولكن شوفوا الطريقه كيف تنشتغلوا، ان شاء الله غتكون قدره على اعاده بناء العين وبالشفاء والصحه والراحه ان شاء الله. باك تقول لك عندها الجده ديالها عندها 70 سنه كانوا فيها البواسير، دابا ما بقاوش، ولكن بقات في بلاصتهم بحال شي حبوبه. يعني شنو الدواء ديالها؟ الدواء ديالها هو غتغسل بالمرجان ودير الثومه مسلوقه كيف قلنا مع شويه ديال زيت العود. بعد ما دير المرجان دير الثوم مسلوق او دير العسل مع الغذاء الملكات تما وشويه ديال طلع النخيل، تعجنهم ودهنهم اقل من 3 اسابيع ما تبقاش داك الحبوبه، غير حسن الاستعمال. وفتره العلاج نحيدوا كل ما هو حيواني، تركزوا على النباتي ونركزوا على الشعير، خبز او حسوه مع الثوم وزيت العود، هذه كلها اساليب خفيفه والقدره على بناء المنطقه لبناء الجلد بطريقه صحيحه ممكن ان شاء الله بالشفاء ان شاء الله. بارك الله فيك. المهم عندي واحد المشكله اختي، شي 10 سنين دابا. نعم. دابا هي كانت في الاولى بحال البواسير، ولكن اختي بقات تصور. نعم. دابا مشيت دوزت لا راس لا والو، فهمتي؟ اها. ودابا المشكل تطور، داك المشكل تا ولات دابا كل عام عامين كتجيني، وملي كتجيني كتقرفني، ما كتخلينيش نمارس حياتي عادي طبيعيه. شحال عندك من عام؟ 29 سنة. والمشكلة أنها دابا تطورات، ولات دابا خرجت لي تقريبا، خرجت بحال تقولي خرجت تقريبا شي 5 سنتيم بحال الشكل ديال العرق. ألوغ شوف عقلها الأخ الكريم، 100% نباتي، على شي تقرب لي اللحوم والمقلي والمعلبات. ثانيا تعطيني زيت زيتون على الريق 3 معلقات كبار، من مغلي 3 يترو، يترو 10 يترو، مع 10 يترو، مع 4 يترو، مع 8 الليل. والحسوات الشعير مع الثومه زيت العود والزعتر وزيت العود والمرجان، مزيان هي ماكلتك لمده 3 اشهر. وغادي دهن العسل مزيان مع شويه ديال طلع النخيل، غادير 100 غرام ديال العسل، طلع النخيل غادير واحد 30 غرام، وغذاء الملكه واحد 20 غرام، تخلطهم مزيان تبدا تدهنهم. وقبل ما تدهن العسل 7 المرات في النهار، ديما قبل منها بخمسه دقائق غادي تدهنهم بالمرجان. 3 اشهر ان شاء الله ما يبقى والو، بشرط انك تبدا دير النحيله تحت السره 3 حتى 5 وفي ظهرك. ان شاء الله بهذا الاسلوب غادي يمكننا نتغلبوا على هذا المشكل بطريقه جيده. ولكن الجديه والمتابعه، والاخوان ديال الخريبكه موعدنا هذا السبت تكون محاضره وتكون متابعه ان شاء الله. اللي عنده اسئله اجي مرحبا بكم، والمرجان موجود، استفدوا وعمموه حتى نحميوا البيئه في هذا البلد المبارك. شكرا لك الاستاذ والباحث كريم العابد العلوي المختص في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعيه.